الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثالث الإعدادي مدرسة بلال ابن رباح، إن شاء الله هنكمل مع بعض الدرس الثاني في الوحدة الثانية في الهندسة، وهو العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية. تعالوا مع بعض نفتكر يعني إيه زاوية مركزية. خدنا في الدرس السابق ان الزاويه المركزيه هي زاويه راسها مركز الدائره واضلعها انصاف اقطار، اما الزاويه المحيطيه هي زاويه راسها على الدائره واضلعها اقطار. النظريه بتقول لي قياس الزاويه المحيطيه يساوي نصف قياس الزاويه المركزيه المشتركه معاها في نفس القوس. يعني ايه معنى الكلام دون؟ انا عندي زاويه ميم، دي زاويه مركزيه، القوس المقابل لها هو ب ج، وزاوية ألف زاوية محيطية، القوس المقابل لها برضه هو ب ج، الاتنين مشتركتان في نفس القوس. العلاقة بينهم إن الزاوية المحيطية نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس. يعني على سبيل المثال لو عندي قياس زاوية ميم 80 درجة يبقى زاوية ألف 40 درجة، والعكس لو عندي زاوية ألف 40 تبقى زاوية ميم 80. طيب تعالوا ناخد مثال بيقول لي أوجد قياس، مثال واحد، أوجد قياس الزاوية المكهولة. بيقول لي أوجد قياس الزاوية المكهولة، في الرسمة اللي قدامي مديني رسمة ومديني قياس زاوية ب 40 درجة وعاوز قياس زاوية ميم. طيب أنا لو بصيت ميم دي زاوية مركزية، مين الزاوية المشتركة معاها في نفس القوس؟ هي زاوية ألف، زاوية ألف مش موجودة، يبقى أنا لازم أجيب ألف الأول. انا عندي ميم الف نصف قطر وميم ب نصف قطر، وبالتالي انصاف الاقطار متساويه، يبقى ميم الف يساوي ميم ب، يبقى قياس زاويه ب تساوي قياس زاويه الف. ومن هنا انا عندي ميم ضعف الف، يبقى قياس زاويه ميم هتساوي 80 درجه. المثال الثاني بيقول لي في الشكل المقابل مديني رسمه وبيقول لي اوجد قياس زاويه الف. تعالوا نبص مع بعض يا اولاد على زاويه الف. الف دي زاويه محيطيه. طب نبص لزاوية ميم دي زاوية مركزية، مين القوس المقابل لزاوية ميم اللي قياسها 160 درجة؟ هو القوس ب ألف جيم الأصغر. أما زاوية ألف يقابلها القوس ب جيم الأكبر، يبقى لازم أجيب زاوية ميم المنعكسة، يبقى قياس زاوية ألف هو نصف قياس زاوية ميم المنعكسة. طيب أنا هجيب ميم المنعكسة منين؟ خدنا في الصف الأول الإعدادي طبعا اتعلمنا ازاي اجيب الزاوية، لو انا عندي زاوية ميم وعاوز اجيب ميم المنعكسة ازاي اجيب زاوية ميم اطرح من 360 درجة، لان الاتنين دول مع بعض بيكونولي دايرة قياسها 360 ايه درجة. يبقى انا هجيب زاوية ميم المنعكسة اطرح 160 من 360 تديني 200، وبالتالي هتبقى زاوية الف تساوي 100 درجة، يبقى قياس زاوية الف يساوي 100 درجة. طيب عندي بعض النتائج استنتجناها من الدرس دون، تعالي نشوفها مع بعض. النتيجة الأولى بتقول لي واحد، النتيجة واحد بتقول لي قياس الزاوية المحيطية تساوي نص قياس القوس المقابل لها. يعني إيه معنى الكلام ده؟ أنا عندي زاوية ب دي زاوية محيطية، القوس المقابل لها ألف جيم. طب ما احنا درسنا في الدرس الأول إن قياس يعني إيه قياس زاوية مركزية؟ هو قياس القوس المقابل لها، وبالتالي يبقى قياس المحيطية نص قياس المركزية، يبقى المحيطية نص القوس المقابل لها. فعلى سبيل المثال لو عندي القوس ألف ج بيساوي 100، يبقى قياس زاوية ب بتساوي 50 درجة، والعكس لو ب 50 يبقى القوس 100. يبقى أول نتيجة استنتجت منها إن قياس زاوية ب تساوي نص قياس القوس ألف ج. طب النتيجة التانية بتقول لي قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة تكون قائمة. يعني ايه معنى الكلام دون؟ انا لو عندي دائرة وده عندي ألف به قطر فيها، وعندي زاوية جيم زاوية محيطية مرسومة على القطر اي في نص دائرة. طب ما انا عندي ميم دي زاوية مستقيمة قياسها 180 درجة، وبالتالي ميم نص جيم نص ميم يبقى قياسها 90 درجة. ومن هنا بستنتج ان دايما قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف درجة تكون قائمة.